اهلا 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 استاذ حجاج، منورنا ومشرفنا. ازي حضرتك؟ تسلم لي. اتفضل استاذ حجاج. يا مسهل يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. اخبار حضرتك ايه؟ حلو جو الاذاعه ده. مختلف. اه اول مره اذاعه. اه يعني مش يعني اشتغلت مسلسلات اذاعيه؟ اشتغلت. صعبه صح؟ صعبه. لان بس اللقاءات الاذاعيه دي بتبقى يعني اصعب اصعب شويه. منورنا. ازيك يا استاذ حجاج؟ الله يخليك. الله يخليك. تسلم. يلا سكسكتك. س 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 عشان السين اللي بتصفر. عشان السنان؟ السين اللي في ناس عندها السين بتصفر. انا عندي ابني بس هو اللي بيصفر مش الزين. س س س س احنا هنربي بط هنا. س س س س س س س ايه؟ يا سلام، ده غير السأساء دي. دي عشان ايه بقى؟ البي البي بتفرقع عنده جوه، بتعلي الليفل بتاع الصوت. فرقع ايه؟ عنده عيد في بومب جوه. كمل. حتة بقى حتة كده كده بط بقى. كده بط. اه بتلم فراخ. تمام يا باشمهندس. معاك بقى يا استاذ حجاج لو سمحت. انا هنقرب بالمايك، انا وطيت الليفل عندي. ما تلعبش يا مراحل في المايك، انت اللي مبوظ السقساء دي بتاعتك. انا اسف. انت مش عملت سقساءتك؟ خلاص سقساء يا استاذ حجاج. سقساء. لا نظبطه بس بجد لو سمحت. حاضر. ايوه بهدوء كده. انا اسف. كل واحد اهو كل واحد ليه مايك وسقساءته. ماشي كده تمام. الرباط ده بيتربط كده عشان يثبت كده مظبوط ولا ايه؟ لا ما انا مش عارف بقى، انا مش هلعب. ما تشوفوا لنا حد يا جماعه. بتاع صوت واخرس. ده ايه البرنامج اللي ده؟ عايزين حته سقسقه. حته سقسقه مع فراخ بانيه. حته سقسقه مع فراخ بانيه. قرب قرب. قول كده. قول ايه؟ أبا بقى سأ 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 بقى بقى يحيى سأ 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 على طول. أنت مين اللي شغلك في الإذاعة؟ خد تعالى يا باشمهندس. الفنان حجاج عبد العظيم، انت مش شايف ان كل الناس دلوقتي بتغني وموضوع الاغاني والسيديهات، وبقى في ممثلين كتيره بيغنوا وبقى في مغنيين بيمثلوا، فكرت حضرتك في موضوع الغنى ده؟ فكرت. بعمل انا دلوقتي بعمل ان شاء الله اغنيه. مستمعينا خليكم معانا. الفنان حجاج عبد العظيم نجمنا ومشرفنا النهارده، وكمان الفنان محمد هنيدي. تابعونا بعد الفاصل. هو هنيدي بعت الراجل ده بالمايك بتاعه ولا ايه؟ اصل خايف على المايك بتاعه جدا، وكل ما حد يجي جنبه تحس ان هيغزني. عمل لنا مشكله قبل كده بجد. عمل لنا مشكله وامن المدينه مسكوا وطردوه بره واتحبس سنه. كان بيتكلم بيتهاجم على الفنانين. بيتهاجم على ايه؟ على الفنانين الجنين يعني. مش بيتهاجم حاجه وحشه يعني. بيتهاجم على مين؟ محمد لطفي عوره وقع المايك ده على حاجبه. والله لطفي كان هيقتله هيقتله. يا باشمهندس يا باشمهندس. ايوه هنيدي اخباره ايه؟ والله العظيم بنحاول معاه بس مش عارفين والله نوصل له. بنحاول ايه يا باشمهندس؟ طريق زحمه. الاعداد ايه طيب؟ هكلموه او كلموا شريف اللي معايا صاحبه، او ممكن نستخدم اسلام لحد ما يجي بقى، لان هو واضح ان هو مش عايز يجي. استخدم ايه؟ اسلام. مين اسلام؟ اسلام موحي. اسلام اللي هو بيقلد الاصوات. ايوه ايوه. يعني ايه يعني؟ لانها اذاعه فمحدش شايف، فبنضطر نستخدم اسلام على انه واضح. اوعى تعور امي بالبتاعه دي، هقوم امرمطك في البلاتو. لا 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 اوعى دي، لان بص انت عارف بس اوعى. لا مش هقول اخر يقول لك لا خلاص ما بيتكلمش حرام عليك. اوعى خلي بالك. ماشي دي خلي بالك من دي. اوعى هاتوا كده شويه هاتوا كده شويه. ايوه كده عشان يقع بقى يقع على الارض على الترابيزه. لكن ايوه كده. والله انت اللي قلقني في الحلقه دي. خلاص يا يحيى. يلا
طب دلوقتي ما ينفعش اولا هتجيب اسلام على انه هنيدي؟ على انه هنيدي؟ خلاص بقى خلاص يا عمي ما تنط من بقى بقى. اتفضل يا استاذ حجاج. اتفضل يا استاذ حجاج. طب استاذ حجاج الاسلحه اللي عندك عشان تخلي المنتجين يتعاقدوا معاك يعني بتستخدم ايه؟ هل الكوميديا؟ يعني انت بتبقى مركز في ابداعك وفي افلامك وفي ادوارك ان المنتجين اللي بينتجوا افلام كوميديا يكلموا الاستاذ حجاج؟ لا الـ 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 القوه اللي عندي قوه ان انا بجتهد في شغلي بعمله صح. مش هينفع اللي انت بتعمله ده. مش هينفع يا جماعه. لا 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 في البتاع مش عارف اجاوب يا باشمهندس. شكل وحش جدا الراجل ده مش عارف مين اساسا. في لازم في امن ومشغل لي تليفون في الاذاعه. سمعته ازاي ده؟ سمعته ازاي؟ طالما بتسمع امي من بدري ما تنفذ اللي بقولك عليه. مش عايز تضايقني في وانا بسجل. مش عايزك تضايقني. انا بقولك اهو مش عايزك تضايقني. ممكن يا جماعه خلاص شكرا. خلاص شكرا يا مروان لو سمحت انت بتعرف تتفاهم معاه بالاشاره. حاضر. ندخل اسلام لو سمحتوا بسرعه. طيب يلا يا باشمهندس. تعالى يا اسلام اتفضل. ازيك؟ اخبار؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام؟ تمام الحمد لله. الراجل اللي بره ده ما يخشش تاني. وقف لنا حد من الامن بره عشان هو كل مره لا 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 بص اولا ده ايه اذاعه ومش هتشاف هروح اقف وقلم وقع على الارض. لا لا خلاص هو مش بس فما يخشش. مستمعينا لسه معاكم ومعانا الفنان الجميل حجاج عبد العظيم النجم الكوميدي وشرفنا دلوقتي ونورنا في الاستوديو الفنان الكوميدي الجميل محمد هنيدي. يا محمد ازيك؟ الحمد لله جميل. ازيك عامل ايه اخبارك ايه كل تمام؟ تمام نورتنا وطريق زحمه طبعا. طبعا حاجه فظيعه كده مش عارفين نعمل ايه في الزحمه دي يا جماعه. الحمد لله رب العالمين. طيب احنا النهارده طبعا الحلقه العنوان بتاعها الكوميديا فطبعا ما كانش ينفع نجيب فنان محمد هنيدي من غير فنان حجاج عبد العظيم والعكس. طبعا ده حبيبي يعني حبيبي واحنا ان شاء الله باذن الله في اعمال قادمه باذن الله هنتعاون مع بعض فيها. طيب عايزين استاذ حجاج اشتغلت مع هنيدي قبل كده؟ طبعا. عملت معاه ايه؟ هنيدي ده حبيبي طبعا عملت معاه حاجات كتير جدا وعملنا فيلم مع بعض فول الصين العظيم وعملنا حاجات كتير قوي. طبعا 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 فاكره. طبعا يلا اول ايام تتنسي. طيب الفنان حجاج الشغل مع هنيدي بيختلف عن اي نجم تاني ازاي؟ طبعا لا هو النهارده النهارده مختلف شويه لانه طبعا معلش بقى لسه صاحي من النوم شويه بهدلني اعمل ايه مش عارف. طبعا يعني انا بشوف هنيدي بضحك على طول فيعني الله يخليك الله يخليك يعني كده. طيب هنيدي احكي لنا حاجه ما حدش يعرفها عن حجاج. ما حد عايز اقول لكم حاجه يا جماعه ان حجاج عبد العظيم يعني عشان الناس كلها تعرف ان حجاج بشعر على فكره دي باروكه اللي حاصل ده باروكه. مستمعينا ابعتوا لنا وكلمونا لو اي حد عايز يتواصل مع النجم الكوميدي حجاج عبد العظيم والنجم الكوميدي محمد هنيدي. ربنا يخليك. هنيدي هيقطعك. انا مش عارف انا مش عارف هنيدي هيقطعك. اطلع بره. اطلع بره. اطلع بره. اطلع بره بقول لك. اطلع بره. هنيدي قول لي الشغل مع حجاج في فول الصين العظيم. ايوه طبعا. لا لا استاذ حجاج انا يعني انا بعشقه وبعشق تمثيله ما شاء الله عليه يعني الحقيقه
وبحب جدا يعني الكاريزما بتاعته قدام الكاميرا دي، يعني حاجه فظيعه جدا من زمان واحنا بنحبه طبعا يعني، وحاجه لطيفه جدا يعني حقيقه يعني. طب ما تفكرنا بالموقف اللي احنا عملناه مره في فول السن العظيم. الموقف ايه اللي حصل بينه وبينك يعني عشان المستمعين يسمعوا؟ ايوه ده انت اكيل فول. فظيع. حاجه فظيعه يعني. لما كنت قاعد في الاوضه وكان الفول خلص. لا وده كان موقف فظيع. اسكت انا يا جدع، ده من بطني انتفخت. طب احنا معانا اتصال تليفوني نقول الو. الو الو. ايوه انا مروان. ايوه انا محمد هنادي. ايه التهريج اللي بيحصل ده؟ انا مش فاهم ايه التهريج. قول لي ايه. اهدى يا استاذ محمد. سامعه دلوقتي وانا في العربيه. ما ينفعش كده يا اخوانا. اهدى. ومين اللي كان بيتكلم بصوتي ده؟ وازاي حجاج يوافق على حاجه زي كده اصلا؟ ازاي؟ انا هاجي دلوقتي للصوت يا استاذ محمد. اهدى اهدى يا استاذ. الو. الله العظيم. مستمعينا فاصل سريع وهنرجع على طول، تابعونا. لا ما فيش تليفونات يا جماعه. لا ما حدش بيرد على التليفون قبل الهوا. ما فيش. ما خلاص بقى. اقعد يا نصاب. خلاص اقعد. ده هيقطعك. انا قلت لكم الاول مش هينفع. مش هينفع. انا قلت لكم الاول. انتوا بتهرجوا. ما فيش حد بيرد على تليفون الهوا جوه واحنا في الهوا. مش هينفع كده يا جماعه. احنا اسفين جدا بس احنا لازم نصلح للناس. ايه؟ لازم نظبط الناس. لازم مروان تقول للناس اللي حصل. معلش لو سمحت. لا تقول للناس ايه؟ الاستاذ حجاج هو اللي قال لنا على الموضوع ده. نقول للناس مين؟ ده اقول لي مين؟ ايوه يا استاذ هنيدي. والله الاستاذ حجاج اللي قال نعمل. يا ابني دي. استاذ حجاج انت نورتنا وشرفتنا النهارده وكل سنه وانت ده طلع رئيس مباحث العمرانيه بجد. وحقيقي انا كنت ماسك نفسي من الضحك. وانت نورتنا في سكوت. هنسمع وعايزينك تقول حاجه للناس اللي بتتفرج عليك دلوقتي. الكاميرتين. ادي كاميرتين وادي كاميرا. طبعا سينا مش دافعين النور. اولا طبعا يعني كل سنه طيبين. فكره برنامج هايله جدا وعاليه جدا. انا اتخذت جامد. طبعا مروان قال لي اف ام. قلت خلاص هو راجل استاذ وفي ملعبه فلازم اسمع كلامه. واسلام طبعا. اسلام ويحيى بقى هم الابطال حبيبي. اسلام موتني بالضحك خالص. والمخرج عمال يقول يلا وبتاع فرموني في البسير يعني. لا ويحيى بيرد على التليفون. ويحيى لقيته. لا يحيى انت هايل والله العظيم هايل. وانت تمثل والادوار المركبه اللي هي والله. وبعدين فجاه لقيته بيقول لي مهابة. قلت ايه بقى؟ وبيعدل لي مايك فدي الورطه يعني. قلت يبقى كل مايكاتي بايظه. مساء الخير. حلقتنا النهارده بالكيلو. ليه؟ لان فيها النجم والمطرب سعد الصغير. هنشوف سعد هيعمل ايه مع مهندس الصوت بتاعنا مهندس سكوت. هنسمع هذا وهيجي له تليفونات مهمه اهمها الكينج محمد منير. بس محمد منير بتاع سكوت. هنسمع سعد. هلا يا عم. صباح جمال. ايه صباح الفل. صباح جمال. صباح الفل. هلا ومهندس سكوت. لا والله عنده حد. اخرس ولا ايه؟ بيسمع. خد بالك. انا جايب لك لب. حاضر يا عم. هلا. حاضر يا عم. بيسمع. بيسمع. احنا بنتكلمش. عنده حادثه. ايه؟ بياخد لك تست. ايوه تمام. ايوه انا هخاب عليه ولا ايه؟ ايوه هو نرفز كده. بس ما تدققش معايا عشان هو بيسمع اصلا. ايه حادثه. طب وانت ما لقيتوش اللي ده وجبوه يعني؟ ده مشتغل هنا هو اصلا في اللي. بعدين هقول لك بعدين يا سعد. مش شغال فاهمه. خليه ايه صاي وصاي. قول له ماشي. حاضر ماشي. حاضر. اوكي حاضر. هو بالنسبه له انا جاي افرض سيطرتي. ده مكاني. ده المكان الوحيد. انتوا اصلا مأجرين هنا. احنا مأجرين. هو شغال هنا. مش ده مش معانا.
ولما حاولنا نخرجه اول مره ابتدينا التسجيل حاسب هتعوره يا يحيى. يا باشمهندس عاطف الله يخليك كده كتير خلاص كده خمس ثواني يلا هوا. مساء الخير مستمعينا، كل سنه وانتم طيبين. نجمنا النهارده هو فنان صاحب دم خفيف جدا ومطرب واغانيه متميزه، اغانيه شعبيه وحافظينها كلنا واثارت الكثير من الجدل. نجمنا النهارده هو المطرب والفنان اللطيف صاحب الصوت الجميل، الفنان سعد الصغير. ازيك يا سعد؟ صباحك جمال يا ابن عم. صباح العسل. صباحك قشطه. صباحك زي العسل. صباحك زي الشربات. ربنا يخليك. اخبارك ايه؟ العب منورنا. ربنا يخليك. جايب لك لب مظبطك النهارده. لب. انت جايب ايه؟ يبقى عايزين نشرح للمستمعين عشان يتخيلوا معانا. سعد جايب معاه شوكولاته وجايب لب اسمر وجايب حلاوه مولد النبي. لا والله علبة. جايب جزريه. خدها محمد. جايب جزريه. جايب جزريه. ايه الجزريه دي؟ طيب سعد هنبدا معاك على طول. انت بقالك فتره مركز في الاغاني الهاديه. ليه؟ لا مش ليه ولا حاجه، بس انا عايز اقول للناس كلها ان انا بعرف اقول ده وبقول ده بس. ها طيب ليه تحديدا الفتره دي في الاغاني الهاديه؟ يعني عشان انا عشان انا بس كده، عشان الفتره دي بس، يعني بحاول اغير شويه في اللون. اغير في اللون بس شويه. طيب شايف مين من المطربات اللي موجودين دلوقتي ينفع يغني شعبي؟ من المطربات اللي موجودين دلوقتي اللي هم. بص يا سعد احنا بنتكلم بصراحه. فاحنا عايزين الصراحه منك، وانت معروف عنك الصراحه. شيرين. اللي مودياك ورا الشمس. شيرين. لو غنت شعب كسر مصر. مين غير شيرين؟ مين من الناس اللي بتغني قصايد و مين؟ قول لنا يعني، افتكر معانا كده مين مطربات ينفع. شيرين احسن. اما هو يعورنا بقى. طيب شيرين ومين تاني مش عارف، هي بس شيرين اللي في دماغي دلوقتي. مستمعينا لسه معانا النجم، نجم الاغنيه الشعبيه، الفنان سعد الصغير، بس المره دي جاي من غير فرقته. تابعونا بعد الفاصل. باشمهندس عاطف، هو الصوت عندك في حاجه؟ انا انا في مشكله. باشمهندس انا قلت على موضوع المايك ده قبل كده. يا استاذ وائل، يا عم امسك بقى كيس. يا استاذ وائل، هو ينفع اقعد انا هنا؟ اقعد انا هنا ليه؟ انت كل شويه بتيجي. بص انت، بص فهمني بس، هو دلوقتي ايه عمال اقول لك على الصوت؟ وطي الصوت. هو ده في مشكله؟ يعني ده واطي؟ اما اجي اتكلم واطي هنا عالي فوق. يعني هنا محمد فؤاد. محمد فؤاد كده. قشطه. ده رايح فين ده؟ قوم يا سعد، قوم يا سعد. انت عايز وائل بعد اذنك بس خليك قريب مننا. يا لهوي بالي. انت عايز ايه؟ وعايز يعمل ايه؟ اللمضة ده هيعليه؟ هيعلي المايك ده. هو بيقول لك يا عم يا استاذ يحيى، بيقول لك الصوت كويس. سيبه عشان ما تنرفزش. سيبه عايزه، عايز يعمله. لا فن ايه يا عم، سيبه سيبه. طيب الحاجه اللي هو بيكسرها احنا اللي بندفع ثمنها. لا والله. قاله لك انا؟ اطلع هناك؟ نهار اسود. سيبه سيبه سيبه. طيب غلبان. لا سيبه. ايوه ماشي. طيب انت عايز يا عم يحيى اللي انت عايزه. طب سيبه سيبه. يا نهار ازرق. انا اطلع هنا اتكلم من هنا؟ ماشي اهو. انت مرضي؟ الو الو. عشر ثواني يلا. تمام يا هي. والله العظيم. طيب ما هو خمس ثواني. هوا. مستمعينا لسه معانا ومنورنا في استوديو نجم الاغنيه الشعبيه الفنان سعد الصغير. سعد انا مش عارف اقول لك مطرب ولا ممثل، انت السينما واخداك بقالك فتره. فجاه بنلاقي اعلانات في الشوارع البوم سعد الجديد، ويختفي الالبوم بس الافلام تمام. سينما ولا غنى ولا الاثنين ولا لا إيه؟ غنى. طيب هتسمعنا ايه؟ عايزين نسمع منك حاجه. اغنيه؟ ماشي يا اسطى.
امسك دول ابونتي عشان نطبل على السلم. اياك يحيى ما يجيش دلوقتي. طلع لك حاجه تطبل عليها؟ لا يا ريس كده هو السلم يا ريس. اوعى حد فيكوا زعل امي. خلوا امك ما تخنقهاش على امي. اوعى حد فيكوا زعل امي. خلوا امك ما تخنقهاش على امي. لو امي شايفه الشبكه على عروسه. يبقى تجيبوها وكمان فيها بوسه. مع احترامي لامي كول عمي. في الاتفاق الكلمه كلمه امي. طب امي عايزه تقابل امي بس مش هبعتها لامي الا لما تقولي لها تعمل واجب مع امي. عايزه تريح امي والا تقول امي يمشي. عايزك قبل ما امي تمشي تكونوا مخلصين ومتفقين معاها ما تعدوش وراها. واوعى حد فيكوا زعل امي. اوعى حد يزعل امي. فناننا الجميل والمطرب سعد الصغير هو ضيفنا النهارده مستمعينا. تابعونا بعد الفاصل. استنى يا نهار ازرق. ايه ده؟ انا بقول عليك عاقل. يا نهار ازرق. يا لهوي هو اتنرفز ليه؟ ايه يا يحيى مالي ضايق؟ طبعا. لا 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 حاسب يا سعد معلش. طب حد نرفزه؟ حد نرفزه؟ يا نهار ازرق ده كسر بتاع. هو حد ضايقه؟ يلا يا سعد تعالى اقعد. انت ضايقته؟ ولا جيت عنده؟ انا مش واقف يا عم تحتيك. ما هو متضايق منك انت ممكن. اما تبقى هوا بقول لنا. ماشي قدامنا. ماشي يا باشمهندس. دي على الهوا. ماشي يا باشمهندس. يلا غني حد. لا استنى انا هقول. برتقاني البرتقان. والله عظيم. البرتقاني البرتقان. ولا عنب بقى ولا رمان. فيتامين سي البرتقان وسكري. فيتامين سي البرتقان وسكري. البرتقان تعال اشتري البرتقان احلى من الموز والرمان. جربوا مره البرتقان. يحيى تعال عمر يلا نقوم نرقص يلا. يلا يلا اركب الحنطور درجين درجين واتحنطر درجين. يلا سعد هوا 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 استنى هوا خمس دقايق. يحيى بقول لك ايه هتقعد خمس دقايق يا يحيى؟ انت حبيتني كده يا ريس ها؟ ايه رايك؟ اعمل لك انا شريط ها؟ شريط ماشي. بتغني المغنيين تانيين شعبيين؟ اي حد شعبي ما يتغر ما يعني عارف اللي هو ايه يقول انا فعلا شعبي اغني له. لكن اللي يجي بيغني صوته اصلا شعبي وبيغني وبجيب كورديون وطبله وما اقول لك انا شعبي لا ما بحترموش. لكن اي حد بيقول انا شعبي بغني له على طول. احنا معانا تليفون يا سعد. الو الو. ايوه ازيك يا مروان؟ الحمد لله. مين يا فندم؟ الصوت بس مش واضح يعني. الو. ايوه يا فندم مين معايا؟ الصوت مش واضح عندك يا مروان. صوتي انا ولا صوت الفنان سعد الصغير؟ يعني الاثنين مش واضح قوي يعني. علي صوتك ارجوك يعني. يعني اعذرني ان لم اكن مخطئا. الفنان محمد منير الكينج. يا حبيبي يا حبيبي ازيك يا مساء الخير يا استاذ محمد. حضرتك منورنا يا كينج يا كبير. الحمد لله رب العالمين وانتم منورين النهارده الاذاعه والسعد الصغير يعني يمكن انا بموت في ده يوم سعد لسعد. انا بحبك يا استاذ وبموت فيك وعايز اقول لك انت قابلتني في فندق وحضنتني من ساعتها وانا بموت في حضرتك. ما انا يمكن قابلتك وقلت لك ان انا بحبك يا سعد. ربنا يخليك وبحترم فنك ويعني فعلا انت مثل للفنان الجميل اللي انا بحبه الحقيقه. ربنا يخليك يا استاذ. عايز اقول لك انا رحت لامي ما صدقتش ان حضرتك حضنتني
وقلت لي انت كويس، عايز اقول له حاجه، فضحت الدنيا وقلت لمراتي وبقيت ماشي اكن يعني عايز اقول لك حد ناجح. اما حضرتك حضنتني دي شرف ليا والله. الله يخليك، وتبقى تسلم لي على الحاجه، ودعاء الحاجه ده هو اللي هينجحك يا سعد. ربنا يخليك يا استاذ، ولا ما حرمناش منك، وربنا رب يكرمك يا كينج مصر كلها. الله يخليك يا حبيبي، الله يخليك يا كينج. احنا بنشكرك جدا وميرسي على التليفون الجميل ده. مستمعينا مفيش حاجه تتقال بعد تليفون الكينج لسعد الصغير. نجمنا هو سعد الصغير. تابعونا بعد الفاصل. هو بيسمع كويس ولا عليه صوتي؟ ها طب يحيى عايز تسمع ايه؟ بقول لك ايه، هو بيسمع. بص حمار، بحبك يا حمار. احب الحمار اغني لك. بقول لك ايه، طب عايز اقول لك، انت بتحب العيال بتعزف على البتاع ده؟ ها دفة نقلب العب وش. بحبك يا حمار، ولعلمك يا حمار انا بزعل اوي لما حد يقول لك يا حمار. بحبك يا حمار، ولعلمك يا حمار انا بزعل اوي لما حد يقول لك يا حمار. يا عم الحمير كلهم علي الطرب عمهم، لابس حزام بدل اللي جام وبتروس بلدي ورومبا. يعني انا مش فاهم، في حد يغني للحمار؟ يا ابو اسلام حبيبي صباح الجمال. يا عم صباح الفل، انت الحلقه اللي بعدين ولا ايه؟ صباح الجمال. صباح الفل يا عم اسلام حبيب قلبي. عامل ايه؟ ده احلى يابا. بص بقى، ده عم مصر في الملوجي. شفت بقى الحلقه اللي بعدين؟ يعني محمد منير كلمك في التليفون صح؟ ايه ده؟ ده انا محمد منير. لا والله العظيم في التليفون. لا والله. بس اقول لك حاجه، الصوت اصلا ما كنت مش سامعه. ويحيى قول له، قول له صوت محمد منير. ده مالك مالك يا سعد؟ اقول لك حاجه، يلا ينعاد. عندنا مشكله من الصبح، بنصور من الصبح، مشاكل المايكات عماله تعمل حركات نص كم. بس كده. ايوه اوكي، استنى التيله بس، نظبط له التيله. التيله دي اوكي. ناخد تيست كده يا باشمهندس احمد. تيست لو سمحت. ناخد تيست. اتفضل استاذ خالد. سقسقني. تمام يا باشمهندس. شكرا. احنا جاهزين يا باشمهندس. يلا يلا. 5 4 3 2 1. مساء الخير على كل مستمعينا، ومساء لطيف ظريف عليكم كلكم، كل سنه وانتم طيبين. عايزين نرحب بنجمنا وضيفنا النهارده، هو الفنان الكويتي السعودي المولد، الفنان النجم خالد البريكي. خالد بنرحب بيك معانا في مصر، وكل سنه وانت طيب. وانتم طيبين ان شاء الله. اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير. مصر عامله معاك ايه لحد دلوقتي؟ لا طبعا، ام الدنيا. طيب انت منورنا ومشرفنا، وهنبتدي معاك سريعا. تجربة عملك مع رزان مغربي كمذيع، هل دي كان ليها صدى كويس بالنسبة لك؟ والله كانت زينة. طب احنا مش هنفوت دي بقى، التجربة الثانية امتى؟ ان شاء الله قريب، لغاية ما يجي العمل نفسه. في الحين بعض الأعمال قاعد تقدم، سواء عندنا في الكويت في لقاءات الإذاعية في الكويت، أو في اللقاءات الإذاعية. شنو؟ خربطني يا أخي. ليه؟ اللقاءات الاذاعيه في الكويت؟ لا مش اللقاءات الاذاعيه، البرامج الموجوده بالكويت او البرامج الموجوده في الوطن العربي. بتشوت فاول يا اخي. خلنا لا بس عشان الصوت يبقى واضح للمستمعين. هو واضح ان شاء الله حقكم في السامعين ان شاء الله. فان شاء الله في عده اعمال، بس بالاساس انا والله لك شنو شو تسوي؟ شنو؟ اكمل يلا ماشي. اللقاءات، انت كنت بتتكلم عن اللقاءات والبرامج، عملك كمذيع. في خش على الموضوع ولا شلون؟ خش على الموضوع. وين وصلنا احنا؟ الانتعاشه في الدراما الخليجيه، هل بقى في انتعاشه؟ الحمد لله، الدراما الخليجيه بفضل القنوات الفضائيه الخليجيه والقنوات الفضائية الخاصة العربية اللي موجودة بالوقت الحالي، انتشار الدراما الخليجية
ساعدت في انتشار الدراما الخليجية واحتكاكها في الدراما طيب مستمعينا يعني هنطلع فاصل ونرجع على طول مع الفنان الجميل خالد البريكي. مش هينفع يا باشمهندس كده حاجي مش هينفع. تعال 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 شنو شنو طيب شوف وقف تسجيل يا اخي ما نوقفش. هو المخرج عاوز كده ومدير استاذ المخرج يعني لازم توقفونها مو داش مظاهرات. شكرا. طب ماشي من الاول يا مروان لو سمحت تاني معلش عشان احنا نظبط. خد كرسيك كمان يمين لو سمحت عشان البقره بتاعت الصوت عندك مش مظبوطه. عندنا اه ماشي. التيله التيله تمام تمام. ممكن يا باشمهندس مازن ممكن ننزل المايك شويه اللي فوق كمان عشان ناخد منه البقره بسرعه بس لو سمحت. بس ده يا باشمهندس بيقول ده ما بيقولش السقسقه ده بيقول تستسى. انا قاعد هنا هو عشان هيظبط هيبقى المايك من فوقيك يا خالد. معلش ممكن تبقى واقف يا استاذ خالد؟ واقف؟ اه معلش يلا. ده بيقولوا اكتر ده المايك ده اللي جايب عندنا كويس. اتفضل اتكلم كذي؟ اه بعد اذنك. لا لا يا جماعه مصدقكم؟ طب انت تعال انت وقف وانا اللي قاعد. لا المشكله انا ظبطت الفوليوم بتاع الصوت. ايش فوليوم؟ يلا ماشي يلا اتفضل. لسه مع مستمعينا ومعانا ومنورنا في الاستوديو الفنان الجميل خالد البريكي. الانتعاشه اللي حصلت في الدراما الخليجيه، في انتعاشه في الدراما السوريه وفي انتعاشه في الدراما اللبنانيه، بس هل الدراما الخليجيه على نفس الطريق؟ الدراما الخليجيه هي دراما يا جماعه لا مو صدق انت ستوب. لا مو صدق يعني انا اوقف حق المايك بهالطريقه هذه صلح المايك هذاك وجيبوه او عندي انا مايك هني في نك هني في نك هني. طب ممكن يا جماعه استاذ خالد يوقف كذي وتوطوا له المايك ده لو سمحت ده المايك اللي لا خلاص يا استاذ خالد تفضل حضرتك. لا او نزل المايك هذا نفسه وانا قاعد. تفضل تفضل يا استاذ خالد خلاص وانا واقف ما يصير. معلش يا باشمهندس مازن قرب له المايك خلاص. بس خلاص يعني القعده المريحه ليك. اوكي شنو يا شباب يا مازن ركز ركب التيله هناك بقى. لو التيله مربوطه ارفع انت الستاند وركب التيله فوق. امسكه انت بايدك بقى الستاند وركب التيله فوق. يلا يا بابا يا مازن يلا ركز يلا يلا لحظه 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 يلا زين كذي يلا ايوه اوكي هدي. ايوه هذا هني يلا اوكي ماشي الحال يلا اوكي يلا ركز يا مازن كذي مازن كذي زين يلا 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 تعال بعد ما في بعد مايكات شو اللي قاعد يصير يبا هذا وخر يبا وخر 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 شنو شنو الفوضى وخر هذا بس خلاص شيله شيله يا مازن لو سمحت شنو الفوضى هذه ممكن نبدل الاماكن؟ شنو اللي قاعد يصير واحد حاط هني وهذا يا جماعه كذي عاد؟ يا باشمهندس لا 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 مسخره هذه هذا مو صدق هذا لا تعال هنا تعال هنا لا ما راح اجي تعال بس ما راح اجي حبيبي اسمح لي لا تفضل احنا اسفين تعال بس اسفين على شنو؟ معلش اسفين على شنو حبيبي استريح سرع الله يرضى عليك بعد اذنك استاذ مروان لان اللي قاعد يصير شنو؟ واحد واقف هني وطقني و اشتغلوا على المايك خلي المايك في النص يا مروان بس خلاص يلقط هنا هذا قوي معلش هتقربوا منه انتوا الاثنين بعد اذنكم ماشي كده كويس اه تمام تمام ممكن استاذ خالد نقرب منه بس لا بس ايوه زي الفل كده بس خالد قيل ان بعض الاعمال الخليجيه بتشوه شكل المجتمع الخليجي بتظهر المجتمع الخليجي بصوره مش هي دي الحقيقيه او مش دي الصوره الواقعيه للمجتمع الخليجي. طبعا هذا الشيء صحيح لان القضيه ترد على الكاتب نفسه الفكره نفسها. الكاتب شنو ثقافته؟ شنو ثقافته في مجتمعه في البيئه اللي هو عايش فيها اللي تعكس صوره المجتمع الخليجي. طيب الفنان خالد البريكي احنا معنا اتصال تليفوني. الو الو السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا استاذ مروان؟ الحمد لله تمام. مين معانا يا فندم؟ حضرتك يعني انا حاله انسانيه حضرتك. مين؟ معلش اتشرف باسم حضرتك تاني. انا استاذ علوي. ازيك يا استاذ علوي؟ اهلا وسهلا يا حبيبي. انا بس حاله انسانيه وكنت عايز يعني اعرض مشكلتي حضرتك. مشكله حضرتك؟ عندي مشكله يعني صحيه حضرتك. اتفضل يا استاذ علوي. انت عارف احنا معانا مين مشرفنا في الاستوديو؟ استاذ مين حضرتك؟ معانا النجم الاستاذ خالد البريكي. اهلا وسهلا يا استاذ خالد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. طب يا ريت لو يشاركنا حضرتك في الحاله الانسانيه يا حضرتك. طب اتفضل يا استاذ علوي. انا حضرتك يعني كنت باخد حمام عادي زي اي حد اتزحلقت وقعت خبطت في الماسوره بتاعه الدوش حضرتك فجالي تضخم في رجلي صباعي الصغير حضرتك تضخم جدا يعني. لا معلش معلش عشان حضرتك بس نستوضح منك انت بتقول عندك مشكله صحيه حضرتك وبتقول كنت في الحمام واتزحلقت وقعت في الماسوره حضرتك ولا اتخبطت في الماسوره؟ اتخبطت حضرتك في الماسوره بتاعه الدوش. الماسوره دي داخلي دفن ولا خارجي؟ والله حضرتك مش عارف والله انا اتخبطت حضرتك ومحتاج يعني اي مساعده من حضرتك لان الدكتور قال لي صباعي الصغير تضخم جدا. ها؟ صباعي الصغير حضرتك تضخم جدا يعني ويعني مش عارف اقول لكم ايه الحقيقه والعمليه هتتكلف 100,000 جنيه انا. استاذ علوي يعني يا ريت احنا مقدرين طبعا حاله حضرتك بس يا ريت من غير عياط حضرتك. انا مفيش رجاله بتعيط يا استاذ علوي. يعني حضرتك مش عارف اقول لحضرتك ايه. انا اسف يعني انت عيطت بس. طب استاذ علوي قول لنا يعني ايه اللي نقدر نساعدك بيه حضرتك. انا يعني العمليه حضرتك هتتكلف 100,000 جنيه وانا لميت 90 بس وناقص 100,000 جنيه. في مصر ولا برا مصر؟ لا مصري حضرتك وناقص 10,000 جنيه يعني يا ريت لو حضرتكم تلموا اي حاجه عشان اكمل المبلغ واعمل العمليه حضرتك. يعني معلش استاذ علوي معلش عشان استاذ خالد البريكي بيسال يعني حوالي كام دولار؟ لا حضرتك انا ما بعرفش انا راجل مش متعلم حضرتك. طب انت معاك كام من ال 100,000 جنيه يا استاذ علوي؟ حضرتك انا معايا 90 وصباعي كل يوم يتضخم ومش عارف حتى قلب الذنوبه ولا اي حاجه. طب الصباع ده الدكاتره قالوا لك. طب استاذ علوي الفنان خالد البريكي عايز يسالك على حاجه. اتفضل حضرتك. يا استاذ علوي. ايوه حضرتك. المشكله اللي معاك هي ايه؟ حضرتك صباعي الصغنن. اوكي. تضخم ماشي. حضرتك. ماشي. فيا ريت لو تساعدني باي حاجه يبقى كتر خيرك حضرتك. طيب استاذ علوي ربنا طبعا يشفيك وسيب رقمك في الكنترول. حبيبي وقف. السوالف هذه ما تمشي علي. الايه؟ السوالف هذه ما تمشي علي. ليه؟ سوالف ايه؟ لا 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 يا باشمهندس. حبيبي 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 حبيبي. سالفة لقاء وجايبين هني ومقعديني وسالفة ان انت حاط لي واحد صباعي عوره وهذا كل شوي داش علي وهذه الامور ما تمشي علي انا. ليه؟ يعطيكم العافيه. السلام عليكم. ليه يا استاذ خالد؟ لا 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 ايه اللي حصل؟ السلام عليكم حبيبي. ايه اللي حصل؟ السلام عليكم. طب يعني طب ممكن اقول لك حاجه قبل ما تمشي؟ قبل ما اقول لك وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ولا شيش. انا بس هقول لك لحظه واحده. ولا تقول لي ولا اقول لك كلمه. هقول كلمه. هقول لك كلمه. تبي ايش تبي؟ هقول كلمه واحده. تبي تقول كلمه واحده؟ ايش تبي تقول؟ قول كلمه واحده. كلمه واحده. قول. احنا بنهزر معاك. بص هناك سكوت هنسمع. شنو سكوت؟ انت نورتنا وشرفتنا يا خالد. انا حاسس بالموضوع هذا كله صح. انت نورتنا وشرفتنا وكل سنه وانت طيب وبسطتنا جدا حبيبي.